توقفت قناة ليبيا الوطنية عن بث جميع برامجها المباشرة ونشراتها الإخبارية، واقتصر البث فيها على عرض لبرامج مسجلة. وأعلن العاملون بالقناة إيقاف البث إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وتجري مفاوضات بين اللجنة التسييرية للقناة والعاملين بها وبعض الجهات الأخرى للتوصل إلى حل يلبي بعض مطالب العاملين لاستئناف بث القناة. وللمزيد مشاهدينا معنا في استوديو الأخبار رئيس وحدة الأرشيف بقناة ليبيا الوطنية سيد يوسف بشير شلتوت. سيد يوسف، مساء الخير. نور، أهلا وسهلا بداية بك. كمدخل لهذه القضية في قناة ليبيا الوطنية، ما الذي دعاكم لوقف البث المباشر ويقتصر البث فقط على البرامج المسجلة؟ الموضوع عبارة عن اعتداءات متواصلة نعم ومستمرة. نعم طبعا القشة التي قسمت ظهر البعير هو الاعتداء علي، كان آخر المتضررين أنا. طبعا قام مجموعة من التشكيل المسلح التي يحمي القناة بالاعتداء علي، وطبعا قاموا بالاعتداء على عدة موظفين. طبعا طيب، ما سبب الاعتداء على الموظفين وعليك تحديدا؟ طبعا هم يروا في نفسهم أنهم فوق الناس وطغاة جدد صراحة، هيك نقولها بصراحة، ويبوا يسيطروا ويبوا يتحكموا في كل شيء. مثل ماذا بالتحديد يعني؟ يتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة، يحشرون أنوفهم في كل كبيرة وصغيرة. تدخل في سياسة القناة مثلا؟ لا، سياسة القناة هذه لا شأن بها، لكن الأمور الإدارية أنت لما تعارضهم تمنع من الدخول. أنت مثلي أنا عارضتهم، طبعا كان جزاء الاعتداء بالشتيمة والضرب. طيب، هل نستطيع أن نقول سيد يوسف بأن الوضع الأمني في قناة ليبيا الوطنية سيء لدرجة أنكم أوقفتم البث؟ سيء إلى الغاية صراحة، لا تستطيع، ليست بيئة جيدة للعمل، لا تستطيع. يمكن أن يدخل إليك أحد بمسيل أسلحة. الدموع، بمسيل الدموع، ويسير في الممرات ويقول اخرجوا. واحد من الذي تم اعتداء عليه اسمه ربيع، ياخذ في المصدر، هذا ضربوه على خاطر لابس حذاء أخضر، قال ما عادش تجي لابس حذاء أخضر. طيب طرفة هذه. طيب بالنسبة، ما هي المطالب التي طبعا احنا مطالبنا هو ان تقوم الدولة بتكليف وزارة الداخلية او الجيش الوطني بتأمين الحماية للقناة حتى لا يتعرض احد للأذى. احنا كل طيب يوم، من يقوم بحماية القناة الآن؟ من هي هذه الجهة الأمنية؟ والله للأمانة في ناس فضلاء وناس كويسين وثوار حقيقيين، وفي ناس لا علاقة لهم بالثورة وغيرك متسلقين. الجهة الأمنية التي تقوم بحماية قناة ليبيا الوطنية ما هي؟ هو حسب علمي إن السعداوي، طيب لماذا لا تذهبون إلى لواء بشير السعداوي؟ هو تو شو بيدير لهم لواء السعداوي؟ ما يدي، معليش يعني جربت تو قديش عليه بعد التحرير، لا تو يدي، ما فيش فايدة قناة صراحة. ليبيا الوطنية قامت بمراسلات ليبيا وطنية لا للواء حول لها السعداوي. ولا قوة. طبعا ما تقدرش انت تتهم، يمكن تتهم بأي تهمة، يمكن انت تمنع من دخول القناة، تأخذ بطاقتك ويقول لك برا وعلى خيرك اركبه. طبعا اعتداءات على كبار السن، طيب على نقدر نسمي لك حتى الاسماء اللي تم اعتداء عليها. طبعا مش انا طيب مشكلتي يعني، بس في اللي يقول انه عركه بين الموظفين، مش عركه بين الموظفين. في طبعا من يقول انها مشاكل شخصية. لا مش شخصيه، انا اول نجيب لك عدد كبير موظفين معتصمين وموقعين دين توقيعات. تمام، كم عددهم تقريبا؟ الغالب كل يوم يجي، طبعا التوقيع يزيد اكثر. يعني ناكد لك ان القناه كلها الا نادر ما يجي لنا حد يعارض الكلمة. هو طيب الإشكاليات هذه من فترة بعيدة؟ والله متقطعة هكي. كم لها تحديدا؟ طبعا من بعد التحرير، من بعد التحرير طبعا تم. أكثر من عام؟ نعم أكثر من عام. أكثر من عام طبعا. نسمي لك معلش أخوي تفضل. اللي تم الاعتداء عليهم الموظف عبد القادر محمد القنطري، ميلود الشايبي تم اختطافه هو ورجب بالحداد مراقب مالي كبار في السن، ووضعهم في حاوية، قالوا بنرفعوك من النائب العام. طبعا لا نائب عام، لا واحد، تشكيل عصابي. طبعا مش نذكر الاسماء، كان في نائب عام في تحقيق، انا مستعد نذكر الاسماء. عندك عمر كار رجل كبير في السن تم ضربه، عندك صلاح الجحاوي قسم مخازن تم ضربه، ربيع قلت لك هذا لابس حذاء اخضر تحت 10 خطوط، عمر بن نواره تم التهديد طبعا يدخل حتى في صلاحيات الاقسام الثانيه. عمر بن نواره هذا رجل فاضل ويخدم، قال له تتنازل عليه صلاحيات القسم بتاعك وتعطيه لي للقسم بتاعي. طبعا
يحتوي في كل حاجة، كل مرة يبيعوا قسم، كل مرة يبيعوا قسم، ويبوا يسيطروا على كل شيء، مفاصل للقناة يبوا يسيطروا عليها. طبعا هذا لن يكون لهم، هذا كان في عهد الطاغية، لكن الحمد لله الآن لن نسكت، والله لا نخاف إلا الله، بإذن الله لن نسمح لهم. يبوا يخدموا ينضموا للقناة على الرأس وعلى العين، يخدموا يمشوا تخصصهم، يمشي ياخذ الكاميرا ويصور زي الرجال في المؤتمر الوطني جماعة النقل الخارجي، الكاميرات فوق أكتافهم. نعم. يمشي ياخذ كاميرا ويخدم، لكن مش يمشي يبي مدير على طول. مدير معقولة مدير شهرين قاعد يبي يكلفوه بمدير ويبي يتريس على كل شيء، كل كبيرة صغيرة ما تمرش إلا يوقع عليها هو ويوافق عليها ولا لا تذهب. كلمة أخيرة يوسف. كلمة أخيرة، أحيي الموظفين قناة ليبيا الوطنية من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب. أنا لا يسمعوا إشاعات مني تنازلت لأحد، أنا ملاحقهم بالقانون، نحن نريد دورة القانون، نريد الجيش الوطني أن يحمينا، نريد أن نخلق بيئة جيدة للإعلام يتكافى فيها جميع الفرص، لا نريد ميليشيات، لا نريد عصابات. شكرا لك السيد يوسف بشير شلتوت، رئيس وحدة الأرشيف بقناة ليبيا الوطنية، على كل هذه المعلومات. وبالعودة مشاهدينا إلى خبر توقف قناة ليبيا الوطنية عن بث برامجها المباشرة، معنا رئيس المكتب السياسي بالحركة الوطنية لتحرير طرابلس السيد عبد الحميد الأسطى. سيد عبد الحميد مساء الخير، ما هو تعليقك على ما قاله ضيفنا في الاستوديو منذ لحظات السيد يوسف شلتوت؟ سيدي الموضوع ليس كما جاء في رواية السيد يوسف شلتوت، والقصة الحقيقية أولا نبي نوضح للرأي العام وللدنيا كلها أن المجموعة اللي تحصل في الإذاعة كانت تابعة للواء بشير السعداوي، ومن حوالي 3 شهور أو 4 شهور انفصلت وبدت تابعة للدولة وتابعين لحراسة المرافق الحيوية. هذا بالنسبة للمجموعة اللي في حراسات. ثلاثة طيب. منهم تم تعيينهم بعقود، حطوهم في قسم متابعة وغدوهم بعدد من الموظفين، والخلاف الحقيقي اللي صاير على الموضوع هو ملف السيد علي عطية مع 19 آخرين للتحقيق وللتأكد وللتلاعب بالأوراق ولتسجيل أوضاعهم المالية اللي خنبوها وسرقوها قبل الأحداث قبل التحرير. ولذلك صار الكلام هذا، وفقنا بيناتهم وانتهى النزاع أمس، ويعتبر مش بين كتيبة ولا علاقة للسعداوي بالموضوع هدايا. نعم. ولا فيه حاويات ولا فيه الكلام هذا ولا فيه يعني هذا هو فيه كناد الخضر في البلاد توا، كلام هذا يقول فيه يعني مزايدة والأسف. نعم. الشديد أنا قلت لهم أمس السيد يوسف شلتوت هذا رئيس قسم المحفوظات غلط، واللي مع الخصومة غلط. طيب هو سيد عبد الحميد هو أيضا تحدث على أن هناك بعض الاختراقات الأمنية داخل قناة ليبيا الوطنية، أنت هل تؤكدها أم أنك تنفيها؟ لا يوجد أي اختراقات، الاختراقات الأمنية اللي كان وجد تلاعب بالملفات لبعض الأشخاص اللي مش موجودين حتى في القناة، في ناس قاعدة محسوبة على القناة وما تجيش. القناة تبي إدارة حازمة يا أستاذي، تبي إدارة تعرف تفصل الأمور وإدارة تفرض نفسها على الموظفين. نعم. وعلى العاملين فيها والفنيين. نعم. هذه الصراحة، لأن احنا نبو إعلام سلطة رابعة، نبو إعلام حر نزيه شفاف. نعم. يقدم الأمور على حقتها، ما نبوش إعلام يطبل لحد ولا يكذب على الناس ولا يقدم الصورة المزورة. يصلنا من الصورة المزورة بالله عليكم يا أستاذ، والله يبارك فيكم. شكرا لك السيد عبد الحميد الأسطى رئيس المكتب السياسي بالحركة الوطنية لتحرير طرابلس على هذه المداخلة.